الصابونة دي بمجرد ما نزلت في الصيدليات انتشرت جدا جدا. كل ما اروح الصيدلية اسأل عليها الاقيها خلاص خلصت من على الارفف، لانها من اكتر الحاجات المفيدة جدا لحب الشباب خصوصا للبشرة الدهنية. موجودة في كل الصيدليات العربية ومشهورة جدا في الوسط النسائي وكمان للمراهقين، لانها من افضل انواع الصابون الطبي من حيث المميزات ومن حيث ان هي فيها مميزات كتيرة مش موجودة في صابون اخر، بالاضافة انها غير قروية، بتنظف البشرة بكفاءة عالية جدا وبتقضي على كل البكتيريا الموجودة على السطح. من المميزات الاخرى اللي هنعرفها النهاردة وهنعرف كمان طريقة استخدامها الصحيحة، تابعوني لنهاية الفيديو لان النهاردة حلقة هتكون حلقة مهمة جدا. اشتركوا في القناة بالضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك، تفعيل علامة التنبيهات على الكل عشان يوصل لكم كل جديد الفيديوهات فضلا وليس امرا حبايبي. لايكات كتير قوي 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 للفيديو. ليه برشح لكم الصابونة دي؟ لانها من الصابون اللي مليان بالفيتامينات ومليان بفيتامينات اللي بتساعد وبتعزز من نضارة البشرة وبتحميها من اضرار الجذور الحرة. كمان فيها موجودة البنسينول اللي بيساعد على تجديد خلايا الجلد وبيحسن من ملمس البشرة. بمجرد ما بتستخدميها هتلاقي ملمس بشرتك زي الكيكة الاسفنجية، زي طري، زي بشرة الاطفال. كمان هو بينظف مسام البشرة فبيخلصك من اي شوائب او اي بقايا مكياج. كل الحاجات دي بتسد المسام وبتكون البثور والحبوب، فبعد استخدامها ولا هتلاقي بثور ولا حبوب. انسي بقى الحبوب، حب الشباب، البثور كلها دي خلاص انسيها تماما. بالاضافة كمان ان هي امنة جدا على البشرة لانها بتعمل على اعادة التوازن البشرة، فما بتجففش البشرة ومش بتنشفها ومش بتزود معدل افراز الزيوت والزهم فيها. فمن كل النواحي هي من الصابون الرائع اللي بينصح بيه كتير جدا جدا. ناس كتيرة وبنات كتيرة استخدمته وكانوا فعلا كانوا متدمرين قبل استخدامها. جربوا منتجات كتير وكل منتجات بقت معهم بالفشل، وبعد استخدام هذا الصابون حقيقي شكروني عليه من كل قلبهم وكتبولي كومنتات كتير وبعتولي كتير على الرسائل على الواتساب. فحبيت النهاردة افيدكم واكلمكم عنه. قطع التنظيف سيبامايد كلير فيس هو صابون مخصص للبشرة المعرضة لحب الشباب، وموجود فيه رغوة. الرغوة دي بتطهر البشرة وبتخلي المسام نظيفة، بتطهر البشرة كمان من الأعماق، فبتخلصنا من البكتيريا اللي بتسبب ظهور الحبوب والبثور في الجلد. موجود فيها احماض امينيه وفيتامين اي وبيساعد على نضاره البشره، بيخلي البشره ترجع لجمالها الطبيعي الخالي من البكتيريا وخالي من الشوائب، بيحافظ على حموضه الجلد، بيساعد على استقرار الغلاف الحمضي للجلد، كمان بيحمي البشره من البكتيريا اللي بتسبب ظهور البثور. فبعد استخدامها كمان انت بتحمي بشرتك ان البثور ما ترجعلكيش مره اخرى. وعلى الرغم من المميزات الكتيرة اللي بتدهلنا صابونة سيبامايد للبشرة، لكن ليها استخدام معين كده. اول حاجة هتعمليها هي مهم جدا ان انت ترطبي بشرتك بالمية الدافية عشان تفتحي المسام. تغسلي ايديكي كويس جدا وتطهري ايديكي كويس، لان تطهيرك لايديكي بتمنع انتقال البكتيريا الموجودة اللي انت مش شايفاها على ايديكي للبشرة. تطهريها وتغسليها كويس وبعدين تبدأي تاخدي الصابون وتدلكي كيها كده بايديك علشان تعملي رغوة تناسب بشرتك، وتبدأي بتوزيع الرغوة دي على الاماكن اللي فيها مشاكل وكل البشرة، ولكن تركزي على الاماكن اللي فيها حبوب. وبعدين الخطوة اللي بعد كده هي انك تدلكي باطراف صوابعك بحركات دائرية لطيفة، ده هيساعدك في التخلص من اي بكتيريا او شوائب متعلقة على البشرة، وفي نفس الوقت ده بينشط الدورة الدموية في الوجه. وبعد كده هتبدأي تغسلي بشرتك مرة اخرى بالمية الفاترة. استخدمي الصابونة دي مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء، ولو كانت بشرتك نظيفة تقدري تستخدمي
تستخدميها مرة واحدة بس في اليوم. أهم حاجة هو الترطيب، اهتمي جدا بموضوع الترطيب عن طريق استخدام الكريمات المرطبة المخصصة لنوع بشرتك. أهم الأنواع الكريمات المرطبة دي هو كريم بيبانسين، ده من الكريمات الهائلة جدا، بس طبعا الموضوع بيختلف على حسب نوع البشرة واللي تحتاجه من زيوت وفيتامينات. استخدام اي نوع من انواع صابون سيبوميد ما بيعتبرش امر كافي للحصول على بشرة رائعة. دي برضو من الحاجات المهمة اللي حبيت انوه عنها، وعشان تحصلي على بشرة رائعة ونظيفة وخالية من الحبوب والزيوت الزيادة والجفاف، في شوية نصائح بسيطة ومهمة في نفس الوقت للعناية بالبشرة يوميا، واللي هتساعدك على ان انت تاخدي بشرتك لمستوى مختلف تماما تماما عن اللي انت كنت بتحلمي بيه. بعض النصائح دي هتلاحظي ان بشرتك اصبحت بيضة فلة شمعة منورة، هتلاحظي ان بشرتك اصبحت من بشرة غامقة جدا لبشرة شديدة الفتحان، شديدة التوهج، شديدة النضارة، ما فيهاش غمقان، ما فيهاش بقع، ما فيهاش تشطبات. اللي انت هتعمليه ايه؟ ان انت بعد استخدام مزيل المكياج قبل الذهاب للنوم وقبل استخدام الصابون، وده عشان تضمني كفاءة تنظيف عالية وإزالة بقايا المكياج اللي بتسد المسام. لان للأسف الشديد ان احيانا بيكون الصابون واحيانا بيكون الغسولات غير كافية، خصوصا لو انت بتستخدمي ميك اب كتير او فول ميك اب كتير، فاكيد هتبقي محتاجة مزيل مكياج. تاني حاجة، عشان طبعا المكياج بيعمل على سد المسام، وسد المسام ده بينتج عنه كوارث، منها واهمها هو ظهور الحبوب. تاني نصيحة هي انك تستخدمي المية الفاترة فقط في غسل وجهك، لان المية السخنة دي بتؤدي لالتهابات بشرتك وزيادة مشاكلها. تالت نصيحة هي انك تحمي بشرتك من الشمس، وده اهم نصيحة وخطوة كبيرة جدا للعناية ببشرتك عن طريق وضع درع حامي على البشرة ضد اشعة الشمس الضارة اللي بتسبب العديد من المشاكل زي ظهور التجاعيد، البقع الداكنة، سرطان الجلد. استخدمي واقي لاشعة الشمس يناسب نوع بشرتك بعمل حماية SPF 50 او 30 على الاقل يوميا قبل الخروج من البيت بحوالي نص ساعة، مع الاهتمام بارتداء ملابس واقية. قللي من وقت الاستحمام بالمية السخنة، لان تعرض البشرة للمية الساخنة بشكل مستمر وطويل ده بيؤدي لزيادة الزيوت الطبيعية في البشرة، وبيؤدي لجفافها وتشققها في نهاية المطاف. جميع انواع البشرة دايما بتبقى محتاجة لترطيب بما فيهم البشرة الدهنية، فاستخدمي للبشرة الدهنية كريم مرطب خالي من الزيوت، ولو كانت بشرتك جافة استخدمي كريم مرطب بيحتوي على الزيوت او فيتامين اي او فيتامين سي. واخيرا العناية بالبشرة مش بس بتتم من الخارج فقط، كمان مهتم جدا بالداخل، فحاولي ان انت تتبعي نظام غذائي وصحي بيحتوي على فواكه وخضروات وبروتين. في نهاية حلقة اليوم اتمنى ان انتوا تكونوا دعموني عن طريق ان انتوا حطيتوا لايكات كتير.